سوف يحكى ويسرد على مسامعكم بعد نهاية هذه المباراة التي كانت حافلة بالأحداث بين الوداد ونادي العين. يوسف رباح، خالد عيسى، يوسف رباح في التنفيذ، كرة تسدد بهدوء قاتل، بهدوء قاتل. نعم يوسف رباح يسدد الطريقة بشكل جميل جدا. وقف خالد عيسى وأرسل الكرة بهذه الطريقة مسجلا بذلك الهدف بدر الدين بن عاشور. أمامه إمكانية لكي يكون عريسا لهذه الليلة،